السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة الفنانة المثيرة للجدل لطيفة أحرار وهي حليقة الرأس. وردت لطيفة أحرار عبر المنصة التدوينية ديالها دور ماريا في فيلم صراع الحياة. منين لعبت هذا الدور فكرت صديقاتي وكل النساء اللي كتعيش محنة مرض السرطان. ووصلت الفنانة المغربية تدوينة ديالها قائلة: واخا تفقدي شعرك ما تفقديش العزيمة باش تعيشي، الله يشافي كل مريض. هذا التعقيب طبعا خلف ردود فعل طيبة وسط المتابعين، حيث توالت الدعوات بالشفاء لكل مرضى والثناء على الممثلة لطيفة أحرار بسبب اختيارها لهذا الموضوع الإنساني في بادرة تضامنية قلما نشاهدها في المجتمع. الله يشافي جميع مرضى السرطان وخفف عليهم الألم. شكرا للمتابعة، نلتقي في فيديو قادم بإذن الله تعالى.